السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مواصلة للتعريف بفئة ضحايا النظامين الجائرين 2003-85، كنا تنعرف ملف ضحايا النظامين كيفاش بدا وكيفاش انتهى. بدا بالنضال ابتداء من 2012، وكانوا الاخوان المناضلين كلهم ملتحمين رجال ونساء حتى تم اختراقه وبعد ذلك انقسم الضحايا إلى فئتين، فئة المزاولين وفئة المتقاعدين. ثم يعني تم إضعاف العمل النضالي ديال المناضلين والمناضلات، لأن كل واحد والتي يجبد جهته، كما تنقولوا كل واحد تيصوت على كوالته. فهذا الإضعاف ديال الملف هو اللي خلى الإدارة تعالج الملف بهذا الحل الهزيل. ومن بعد ما تم حلحلة الملف جزئيا بالطريقة المعلومة، وتم اعتماد 1/1/2016 كتاريخ مفعول مالي وإداري، لاحوا المتقاعدين. يعني استثناوا المتقاعدين، وبقاو المتقاعدين المناضلين المناضلات في الساحة. وفي الأخير قبلوا تاهما باش بالحل ابتداء من 1/1/2012 إلى 2015، وتخلاوا على الإخوان ديالهم ضحايا المتقاعدين ما قبل 2012. ولكن هذا الحل فهو خطأ جسيم في حق المناضلين الشرفاء المتقاعدين ما قبل 2012. العامل الأساسية على الأكتاف ديالها تبنات المدرسة العمومية، وعلى الأكتاف ديالها والنضالات ديالها المريرة والشرسة أيام الجمر والرصاص باش تحققت هذه المكتسبات التي نعم بها الأساتذة اليوم. وهذا المناضلين الشرفاء المتقاعدين ما قبل 2012 هم تتكونوا من جميع الأطياف ديال جميع النقابات، وفيهم من كان كادر من كوادر ديال النقابات، ومن مؤسسين ومن مدافعين الأوائل ديال النقابات، جميع النقابات بجميع الأطياف ديالها، منهم من يعني ضحى بالغالي والنفيس في هذيك الوقت من انتقالات تعسفية، من اعتقالات 79،
من طرد، من توقيف الحوالات. ورغم ذلك بقاو صامدين في هذاك الوقت تدافعوا على الحق وعلى كلمة الحق. ولم يتنيهم أي شيء عن مواصلة النضال للآن. من الخيرات ديالو، من المكتسبات اللي جات لولاد في التعليم، تترجع الفضل الكبير لهذه الفئة اللي تقاعدت قبل من 2012. ويكون من الجحود الآن باش نقصوا هذه الفئة من المتقاعدين ضحايا النظامين حقيقيين اللي تقاعدوا قبل من 2012. بغيتي تعرف علاش انا ضحية من ضحايا النظامين؟ انا اللي تقرصنت من مساري المهني سنوات تعد بعدد شعر رأسي. يكفيك ان في هذاك الوقت كنتي ما تدوز من سلم الى سلم بعد 14 سنة. مثلا بدينا احنا 1983 السلم الثامن، ما دزت حتى 1997 بعد 14 سنة، في حين توظفوا الأساتذة وتخرجوا بالسلم التاسع في 1997، ورجعوا لديك السنة ديال 1996 ملي كان جات حكومات التناوب اللي بدأت تتناوب عن حكم المغرب. كان المفروض الترقية الاستثنائية يكون التاريخ ديالها 1/7/1996. 1996 كانت سنة بيضاء بالنسبة للترقيات، وتقرصنت هاد السنة. وما تحسب الترقية المفعول ديال الترقية حتى 1/7/1997. واش بغيتي تعرف علاش انا ضحية؟ انا اللي في السنوات 80s و70s كنا ندرسوا في المناطق النائية والصعبة جدا وفي ظروف جد قاسية وحرارة مرتفعة جدا ومعارك دارية في الصحراء. ما تنساش بأن المعلمين كانوا يتعينوا في الزاق، والزاق هذيك الساعة تابع للقلمين، والمعارك تدور بقربهم في ظروف جد قاسية. ورغم ذلك كنا لا نبالي، وكنا من تندخلوا للقسم تنساو كل شيء المتاعب ديالنا وتنعطوا عطاء لغير متوفر الآن. كنا تنخدموا بجد وضمير لأننا كنا نخدموا ولاد الشعب، وكلنا باغين نقروا ولاد الشعب باش نشلوهم من الجهل إلى النور. والحمد لله كل شيء المصاعب اللي دازت وكل شيء المطبات والتعسفات سواء من طرف الإدارة